هل أخبرك أحد يوماً ما أنك تشبه شخصاً رآه من قبل؟ أو أنك تطابق تماماً لشخص لا يقرب لك إطلاقاً، يتكلم مثلك بنفس صوتك، يمشي مثلك؟ عندما نسمع هذه الأسئلة نضحك ونقول ربما هو قريني الشبح، ولكن ماذا لو كان هذا الشخص المماثل لك يستطيع الناس رؤيته ولكنك أنت لا تستطيع؟ هناك عدد هائل من الأسرار والغموض في عالمنا. واحدة من هذه العجائب التي أسرت عقلي هي ظاهرة الدابلجانجر. الدابلجانجر أو التوأم الشبحي هو نسخة مطابقة أو مشابهة لشخص ما على قيد الحياة، ومفهومه مشابه نوعا ما لمفهوم القرين في الإسلام. يشير الدابلجانجر إلى ظهور شخص حي، وأنه ليس مجرد شخص يشبه شخصا آخر، ولكنه انعكاس دقيق لذلك الشخص، نسخة طيفية. ونظريا كل إنسان على هذا الكون لديه قرين. الأساطير الفرعونية لديهم كتابات ونقوش تدل على وجود هذا الأمر، وأسموه بالمشاة المزدوجة. وأساطير من اسكتلندا ادعت بأن التوأم الشبحي خطير للغاية، وحكاياتهم على المدى البعيد كانت تشير إلى الأمر، بمعنى أن بعض الجنيات الصغيرة تقوم باستبدال أطفالهم بأطفال مشابهين لهم للغاية حتى يصبح هذا الطفل ضعيفا ويموت في النهاية. يقال أن الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن رأى هذا الكيان الذي يطابق له، وعندما نظر إلى المرآة رأى نفسه شاحب اللون. أما القصة التي أذهلت العالم هي قصة إيميلي ساجي. حالتها كانت مختلفة عن كل الحالات، وهو ما جعلها لغز لم يستطع حله للعلماء ولا الرهبان في ذلك الوقت. ولدت إيميلي ساجي في فرنسا، ومنذ أن كانت صغيرة كان حلمها أن تكون معلمة. كانت طفلة هادئة إلى حد ما، أصدقاؤها هم فقط من يلعبون معها في القرية التي كانت تسكن بها، ولكنها قلما كانت تلعب معهم. كما يقول البعض أنها كانت لديها أخت توأم، وكانوا دائما ما يروا يمشون على الطريق مع بعض. لم يعتقد الأطفال أن هذا شيء غريب لأنها لم تكن دائمة الحضور. المحير في الأمر حقيقة أن إيميلي لم يكن لديها توأم. كان لدى إيميلي شبيه، توأم شبحي من شأنه أن يجعل نفسه مرئيا للآخرين في لحظات غير متوقعة، ولكن إيميلي لا تستطيع رؤيته إطلاقا. عائلة إيميلي كانت مدركة بوجود هذه الظاهرة الغريبة التي تحوم حول ابنتهم الصغيرة، ولكنهم آثروا الصمت بسبب أن الناس في تلك المنطقة يخافون من هذه الأمور، ومثل هذه الأشياء الروحانية قد تسبب الهلع لدى الناس، ومن ثم تدمر سمعة المخبز الذي تديره العائلة. لذلك أبقوها محبوسة في المنزل حتى يتم نقلها إلى بلدة أخرى لتلقي التعليم. اعتاد أشقاؤها رؤية توأمها الشبحي في المنزل. كانت توأمها الشبح تلعب في المنزل، بينما إيميلي الحقيقية مستلقية على الفراش طوال النهار. أول مرة شوهدت توأمها الشبحي عندما كانت تدرس فصلا به 17 طالبة. كانت تكتب على السبورة وظهرها مواجه للطلاب، عندما ظهر من العدم فتاة تشبهها تماما. وقفت جنبها وجميع الطلاب دهشوا من المشهد. الاختلاف الوحيد الذي رصدته أعين الطلاب هو أن التوأم لم تكن تحمل طبشورا في يدها. كانت شبيهة إيميلي دائمة الظهور، حتى أنها شوهدت مرة تجلس بجانب إيميلي تأكل بصمت بينما إيميلي الحقيقية تأكل. في إحدى المرات كانت إيميلي تساعد فتاة صغيرة على ارتداء ملابسها حتى ظهرت شبيهتها الشبح
عندما نظرت الفتاة الصغيرة إلى الأعلى وجدت الإميليتين يساعدنها. كان الموقف مرعبا للغاية بالنسبة للفتاة الصغيرة. كانت إيميلي جذابة وذكية، وبشكل عام أعجب بها الطلاب وزملائها في المدرسة. ومع ذلك هناك شيء واحد غريب عن إيميلي، وهو أنها عملت بالفعل في 18 مدرسة مختلفة في 16 عاما. في يوم من الأيام كانت إيميلي تعمل في حديقة قريبة من فصل به 42 فتاة. عندما غادرت المعلمة التي كانت في الفصل، دخلت إيميلي وجلست مكانها. لم يفكر أحد فيها حتى رأت إحدى الطالبات إيميلي لا تزال في الحديقة تعمل. أخذ الرعب يملأ المكان من إيميلي الموجودة داخل الفصل، لكن الشجاعة أخذت أحدهم ليذهب ويلمس هذا الشبيه المخيف. ما حصل هو أنه كانت أيديهم تعبر من خلال هذا الطيف، غريب جدا. وعندما سئلت عن الأمر انصدمت، لأنها لم ترى هذا الشبح الذي ظل يطاردها لفترة طويلة من عمرها. والأسوأ من ذلك أنها لا تستطيع التحكم به، ولكنها عندما كانت في الحديقة كانت ترغب بشدة أن تذهب إلى الفصل، وكأن توأمها هي إحدى رغباتها. والأغرب من هذا أنه عندما تخرج توأم إيميلي الشبحي يصبح جسدها الحقيقي لونه باهتا، وتكون في حالة من الخمول. لا أحد يعلم عن حياة إيميلي ساجيه، وربما بعضكم لم يسمع عنها في حياته. والسبب في هذا كون إيميلي كانت كتاب مغلق، وهذا لا يدل على الدهشة. فالتنقل من بلدة إلى أخرى باستمرار والبحث دائما عن مكان قد علم إيميلي أن تكون كتومة من مناقشة ماضيها. فقد كان لديها رفيق دائما معها، وهذا الشخص لم يكن خيرا لها في مسيرتها المهنية، لأنه عندما يبدأ الناس برؤية هذا الرفيق فإن إيميلي تبدأ بالبحث عن مكان آخر في مدينة جديدة. رفيق إيميلي لم يكن من أقربائها ولا صديقها، لقد كان شيئا آخر بالنسبة لها لم تستطع التحكم به. والأسوأ من هذا أنه لا تحتاج لأن تنام ليظهر هذا الشبح. لم يكن شيئا هينا أن يتقبل الناس رؤية إيميليتين في نفس الوقت، كان من الطبيعي أن يفزع الناس. كان الآباء يحذرون أبنائهم منها، والبعض يخرجون أبنائهم من المدرسة، مما جعل إدارة المدرسة أن تبعد إيميلي عن المدرسة على الرغم من جمالها وذكائها وتدريسها المميز. لغز إيميلي حير العلماء وجذب الكتاب لسرد قصتها. سوف أخبركم قصة حدثت في عائلتي أنا شخصيا. في إحدى الليالي كان أخي عائدا للمنزل، وعندما دخل وجد أمي في المطبخ تغسل الصحون. عندما دخل إلى الصالة وجدها نائمة. ارتعب من هول الموقف ولم يستطع تلك الليلة أن ينام. هل كانت المرأة التي في المطبخ هي توأم أمي الشبحي؟ إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وضعوا لنا إعجابا لنستمر في سرد المزيد من القصص. إلى اللقاء.